من شركة فاير مابل، موجود موديل 123. هذا شكله بعد التصفيط، ما شاء الله هذا شكله بعد ما فتحناه. طبعا الموجد يجي فيه مصورة للتحمية وأيضا زند. هذا كاتم مقاسه 9 لتر، وما شاء الله شايله من دون فاتح قواعد كرسي النار الإضافية. ما شاء الله هذه قصرته. هذا حجمه مقارنة بكف اليد، وأيضا يجي معه علبة للحفر.